لديك أتلي بهما العالم. كلنا سوا. إلهي الحبيب أعطني قوة للغفران، إلهي أنت وحدك مانح الغفران، أعطني قوة أعظم من إرادة البشرية لكي أسيطر على غضبي وأضبط لساني وأعمل على أن أضع قوتي رهن مشيئتك، واغفر لمن أساء إلي. إلهي الحبيب أسلم لك مرارة قلبي، أسلم لك آثامي وإساءاتي وكبريائي، أسلم لك الأشواك التي تخنق حياتي، أسلم لك جروحي لكي تضع عليها زيتك الشافي، أسلم لك آلامي النفسية والروحية والجسدية، أسلم لك آلام إخوتي وعائلتي وأولادي وأصدقائي وجراحاتهم، أسلم لك ذاتي وكل ما هو لي لأنه لك، وكل ما أتلذذ بامتلاكه لأنه منك. دعني ألمس حبك الشافي وقوة خلاصك حتى أستطيع أن أكون مثلك، فأضع ذاتي في يديك، لك المجد والملك إلى الأبد. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الإله يا خالق السماء والأرض، وقد أعطيت الإنسان كل النعم وشاركته ووهبته حياتك فيصبح شريكا لك في الحياة الأبدية، أعطنا أن نشارك بما أعطيتنا من خيرات روحية وزمنية في خدمة مجدك وكنيستك التي فيها نتقاسم خبز محبتك، وقد اجتمعنا اليوم لأجلها وبناء الملكوت وخدمة الإنسان أخينا. أشعل قلوب أبنائك فيشعروا بالغيرة على بيتك عبر عطاء سخي، لأنك تحب المعطي المتهلل، ولأنك علمتنا أن بالعطاء فرح أكثر من الأخذ، على ما جاء على لسان رسولك بولس. فأعطنا ربي أن نزرع بالبركة لنحصد بالترنيم عوض الخيرات الزمنية مجد أفراحك السماوية، لك المجد والملك إلى أبد الآبدين. آمين. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واعضدنا. أيها الخفي الممجد في السماوات، يا من اخترت لسكناك بيننا منزلا وضيعا لتعلمنا التواضع وتفهمنا أن علينا أن نكون فيما هو لله، امنحنا أن نعد كل شيء هباء في سبيلك، ونبحث عن إرادتك الصادقة في حياة مسيحية حقة تفضي بنا إلى الملكوت، فنمجدك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك، كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك ربي. ربي رد الأهوال أقبلنا يضيق.
اقربنا وجد لا كما خلاك يجود ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكر وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزهر أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك كل ما دون وجهك الجم وهم أعطنا ربي أعطنا أن نراك إنك غني بالنعمة والرحمة وتنقي الخطأ من آثامهم طهرني بالزوفة وارأف بي أشفق علي برحمتك كالعشار والخاطئة أيها المسيح الذي يمحو ذنوب الخطأة ويقبل التائبين يا فادي الجنس البشري خلصني برحمتك لقد سحقتني خطاياي إلى الحضيض وأنزلتني عن المرتفع الذي كنت عليه تدهورت في هلاكي كما في هوة من سواك يستطيع أن يعيد إلي جمالي الأول يا أحكم المبدعين أنت الذي جعلتني منذ الابتداء على صورتك ومثالك لقد أصبحت بحرية عبدا للخطيئة خلصني يا رب برحمتك واشفق علي إلينا. ارحمني يا الله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل رأفتك أمحو مآثمي يا الله ارحمني يا الله اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف بآثامي لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا الله ارحمني يا الله لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نشني من الدماء نشني من الدماء ولك يا لي
سيد ارحمنا اللهم واعضدنا. أيها الرب الإله خالق الأرض ومبدع الكون لخدمة الإنسان صورتك ومثالك، وقد كونت الإنسان من الماء والتراب والعظام، أنت يا من شبهتنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، اجعلنا نتشبه بك فنفيض من مائك الحي على الآخرين، وكما تلقى البزار في التربة الصالحة اجعلنا اللهم نحمل ثمارك في تربتنا الصالحة، ونعطي 60 و100، وأعطنا أن نكون مثل رسولك بطرس صخوراً تبنى على كنيستك. رسخ إيماننا بمعرفتك فيتمجد اسمك بنا مع اسم أبيك وروحك الحي القدوس، لأنك أنت الحي والمالك إلى الأبد. آمين. ربي قد آمنت بك، ربي زدني إيمانا، وعليك توكلت، ربي زدني اتكالا، وإني أحبك فزد حبي اضطرارا. إن نفسي نادمة على سيئاتها فزدها ندامة، بحكمتك اضبطني بعدلك، عزيني برحمتك سرني بقدرتك. يا ربي إني أريد كل ما تريده، ما دمت تريده كونك تريده، إني طائع لك. اجعلني حارا في الصلاة وقانعا في المأكل، صادقا في وظيفتي ثابتا في مقصدي، ولطيف المعشر مؤدب التصرف، وعفيفا في الحديث ومستقيم السيرة. ربي أؤمن بك. سومن كالوس كوريالاي سون، لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب المحب الذي أرادنا أن نكون عمالا في كرمه، ونحتمي في ستر جناحيه، إلى الابن الذي أرسلنا فعلة في كرم أبيه فهدانا الطريق إلى الآب لنرس الملك الذي أعده لنا، إلى الروح القدس الذي يذكرنا بكل ما قاله الابن ويشعل فينا الغيرة على بيت الآب الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب يسوع المسيح، يا من علمت الرسل الأطهار بأن المحبة هي عطاء، وقد أعطيت ذاتك فداء للبشر، أنت الغني الذي افتقر لأجلنا لكي نسعد نحن الفقراء بغناك، وقد علمتنا من خلال حياتك على الأرض معنى العطاء والمشاركة بتقديم جسدك ودمك المقدسين. علمنا أن نشارك برنابا رسولك فرح العطاء، فنمجدك في كل عطاء ولا نبخل عليك بشيء، فإننا على غرار رسولك بولس قد حسبنا كل شيء خسرانا ونفاية من أجل المعرفة السامية. أعطنا أن نتنافس بأعمال المحبة
ونسخو في بناء كنيستك وبيتك الأرضي، فنعرف أننا شعب المحبة، وندرك أن عطاياك لا متناهية، وأن ما نقدم لك ليس إلا منك، فنصرخ مصلين هاتفين: ما لك؟ مما هو لك نقدم لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. أطلقنا كسفراء لنعمل في كرمك، ونبني حضارة المحبة في النفوس العطشة لمعرفتك، فيتمجد اسمك فينا. لك الملك إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، الكرمة الحقيقية التي أعطت الخمرة المعصورة على رأس الصليب، فأروت البيعة والبشر بمحبة تعلو الوصف والإدراك. اقبل الآن عطورنا، وافتح لنا نوافذ السماء، وأفض علينا بركاتك، فنكون فعلة حقيقيين في كرمك، ونقدم لك من أتعاب أيدينا لا زيت ولا خمر ولا ثمار، بل قلباً ممتلئاً شوقاً وانتظاراً، وكأساً يفيض عطاءً وحباً، وثماراً صالحةً تليق بالدعوة التي دعينا إليها. لك الشكر والملك إلى الأبد. آمين. قد شاط ألوه، قد شاط حيلتون، قد شاط لميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه، قديشات حيلتون، قديشات لميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه، قديشات حيلتون، قديشات لميوتو، اترحم علينا. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. يا إلهي
أغسطينوس. غربة الحياة، غريب أنت في هذه الحياة. أنت حقا مسيحي إن عرفت أنك غريب في بيتك ووطنك، لأن وطنك فوق ولست فيه ضيفا عابرا، أما هنا في بيتك هذا فأنت ضيف، وإلا لما غادرته؟ إن وجب عليك الخروج منه فأنت فيه ضيف، لا تغتر، أنت ضيف، شئت أم أبيت. دع بيتك لأولادك يا ضيفا عابرا، دحوا لسواك، دحوا للذين سوف يعبرون مثلك. إن كنت في فندق ألا تترك محلك لضيف جديد؟ وفي بيتك تصنع نفس الشيء، أبوك ترك لك المكان فعليك أن تتركه لأولادك. أنت لا تقيم فيه كمن سوف يبقى، ولن تترك مكانك لمن سوف يبقون. لما تشتغل؟ ولمن تشتغل؟ تقول لأولادي. وهذا لمن يشتغل؟ لأولاده. وهؤلاء لمن يشتغلون؟ لأولادهم. إذن لا أحد يشتغل لنفسه. اجعل من ثروتك عونا لك في السفر، لئلا تكون حافزا لجشعك. خذ منها الضروري ولا تبحث فيها عن لذاتك. التمتع بشيء هو تعلق به من أجل ذاته، أما استخدامه فهو استعماله أداة للوصول بواسطته إلى من نحب إن كان أهلا للمحبة. الاستعمال غير اللائق لشيء يدعى سوء استعمال أو سوء تصرف. أنشد الآن لكي تتعز في التعب، لا لتتمتع بجمال الراحة. أنشد كما تعود المسافرون أن ينشدوا. أنشد وسر وخفف بترانيمك من تعبك، ولا تستسلم إلى الكسل. أنشد وتقدم، تقدم في الخير، إن تقدمت سرت. تقدم في الإيمان والأخلاق الصالحة، لا تضل ولا تتراجع ولا تتوقف. أطلبوا ملكوت الله وبره أولا، وكل تلك الأشياء تزاد لكم. هللويا هللويا. اطلبوا ملكوت الله وبره أولا، وكل تلك الأشياء تزاد لكم. من أعمال الرسل. الحياة المشتركة. وكان جماعة المؤمنين قلبا واحدا وروحا واحدة، لا يدعي أحد منهم ملك ما يخصه، بل كانوا يتشاركون في كل شيء لهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، تؤيدها قدرة عظيمة. وكانت النعمة وافرة عليهم جميعا، فما كان أحد منهم في حاجة، لأن الذين يملكون الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويجيئون بثمن المبيع فيلقونه عند أقدام الرسل ليوزعوه على قدر احتياج كل واحد من الجماعة. وهكذا عمل يوسف وهو لاوي قبرصي الأصل. لقبه الرسل ببرنابة،
أي ابن التعزية، فباع حقلا يملكه وجاء بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل. ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلم منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته؟ أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟ أجابت: نعم بهذا الثمن. فقال لها بطرس: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا. فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار. نسمعك هامسا يا إلهي بجمال الزهور وتناسك الألوان في الصوت في الصمت وتناغم الألحان. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال يسوع لتلاميذه: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس. تأملوا زنابق الحقل، تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها. وكم أنتم أفضل من الطيور! من منكم إذا اهتم بقدر يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان! فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالاً لا تبلى، وكنزاً في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم هناك يكون أيضاً قلبكم
حقا والأمان لجميلكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كرمه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أحبتي، هيدا الرتبة نحطت بتلاتة النبوت الإزرائيلي. الاسم غريب، هو إنسان طيب حط الملك أحاز علي عينه وحب أنه ياخدها، وتياخدها بالعهد القديم قتل نبوت الإزرائيلي. وأكيد الرب كان عنده موقف. هيدا النص أكيد بده شرح كتير. حبيت اليوم أتلاقى أنا وياكم بهالرتبة، وحبيت سميها رتبة الملك لالله. ولما نقول الملك لالله معناتها عم نجرب يمكن ننكز بعض الناس ونقول لهم انتبهوا، ما تروحوا لبعيد. كل اللي بين ايديكم، كل العطايا اللي انعطتكم، هيدي انتم مؤتمنين عليها، منا ملككم. انتم بتعرفوا جبران لما قال اولادكم ليسوا لكم، اولادكم او ابناؤكم ابناء الحياه. إذا ابنك أمانة بين إيديك، بنتك أمانة بين إيديك، فكيف بالأحرى الأشياء اللي عم تتعاطوا فيها وهي مادية؟ المال هباء، أراضي، تراب، أملاك، فيلات، قصور، أوطان، ملك الله. مين عطى فلان وفليتان حتى يقول هيدي إلي؟ على كل حال، إذا كانت إلكن فكم بالحري لأن عطية إنكم تعطوا بسخاء. الله بحب اللي بيعطي، الله بيبارك اللي بيعطوا. شو حلو إذا الله عطاك صحة تشتغل طالما عندك صحة حتى كرم الرب يزهر أكتر. إذا الله عطاكن فكر نير تحطوه على مائدة الناس تنوروا دروب الناس. إذا الله عطاكن قلب وحط ورا صدركن دقات خلوها تدق لتمجيد اسمه. إذا الله عطاكن نظر روحوا بعيونكن واسرحوا تتشوفوا الأمجاد اللي الله حطها وباركوا الله. إذا ربنا عطاكن لسان طيب وحلو استثمروه في خدمة البشارة، تتبنوا ثقافة وحضارة السلام، تتبنوا السامعين. إذا الله عطاكن نعم، بركات، وزنات، هيدي تتشاركوا فيها. سمعتوا الرسالة أعمال الرسل، سمعتوا القراءات. إذا الله عطاكن صوت حلو استثمروه. إذا الله عطاكن إنكن تعيشوا وجع معين، ألم معين، مجدوا بوجعكن وألامكن ألام المسيح. وإذا الله المجد إلو حط خيراته، خيراته
بين إيديكم. إذا الله طعمك كل وطعام، مش هيك المثل بيقول؟ فما تستغربوا إخوتي إنه نعمل يوم بالسنة، ولو فينا يوم بالسنة، بس هيدا كل يوم نعيشه، يوم تنتذكر فيه إنه كل ملك وكل شيء بين يدينا هو له. باللي ترجع البيزنطية منقول ما لك مما هو لك نقدمه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. كل شيء عملته قدمت لي قلبك، مملكتك، دمك على الصليب، بيجي أنا بتشاطر وبعمل تسويات وبحف بإيدي وبشوف شو طلع لي وقدي فيني حط بجيبتي. عطاني حياته، عطاني مملكته، عطاني كل شيء، وصرت أنا بترنم وبقول عطاياك لا متناهية ويداي صغيرتان أسكب فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فراغ. كل ما أنت بتعطي الله بيسكب بإيديك والفقير بياخد. الفقراء معكم إخوتي، شو بنعمل؟ نغلق أحشاءنا دون إخوتنا؟ أبداً، لبل نعطي حد الوجع، لحد الوجع. ما فيك تعطي من فضلاتك، من فضلاتك. ما فينا نعطي الشيء اللي صار ديمودي، برات الموضة، أو شيء اللي ما بقى بقدر بلبسه لأنه بيخ لونه. أعطوهن للفقراء، الفقراء هم أسيادنا، ما منعطيهم فضلاتنا، نتشارك معهم الخيرات اللي الله حطها بين إيدينا. إخوتي، الله إذا عطانا مش تنعمل كاتدرائيات كبيرة، الله عطانا مش تنعمل أبنية وأصرحة ما بتفهم، الله عطانا تنعطي، الله شاركنا تنتشارك. شو بينفعنا نربح العالم كله ونكوش عليه ونقول إذا خسرنا نفسنا؟ شو هيك بيقول؟ شو بينفعنا إذا عنا كاتدرائيات بتساع آلاف الناس والناس مش بين إيدينا؟ لمين منعمر؟ لمين بنبني؟ لمين بدنا نورط؟ لأولادنا؟ منورط أولادنا ومنورطهم مع الورطة جهنم. شو رأيكم؟ لأنه صار عم بيتنعم بخيرات وخيرات ونسي الله. إلا اللهم إذا عن جد عيش نعمة الكرم بكرم الرب. شفتوا ليش الله بيكرمنا؟ لأنه مطلوب نكرمه بهيدا الوقت اللي هو حطنا عمال بكرمه. أنا اليوم باسمكم إخوتي، وهيدا الرتبة عملتها ويمكن مش موجودة ولا مطرح، عملتها بس تقول شكراً للأشخاص اللي بيعرفوا يعيشوا نعمة العطاء، نعمة الخوض، نعمة إنه يتشاركوا، نعمة إنه حصلوا على وزنات وحطوها على مائدة الصيارف. كتبتها ويمكن بالحقيقة حبيت أن أقول فيها شكراً لكل الأشخاص اللي عطيوا لحد الوجع، عطيوا يمكن دموعهم ودقات قلبهم وحبهم وزيتهم، أخلوا زيتهم مثل يسوع ربنا تيقولوا هالقد الحب حلو، العطاء حلو.
مثل ما الأم بتعطي، مثل ما البي بيعطي، مثل ما الملك بيعطي أولاد مملكته، مثل ما الكاهن بيعطي أولاد رعيته. اليوم بدنا نقول شكراً لكل إنسان عطي هالرعية، بداية من جلالة الملك اللي بدي أقول كان هالقد كرمه على كنيستنا المارونية، لمن الملك حسين رحمه الله أعطى الكنيسة المارونية هالأرض حتى تبني عليها الصرح، وابنه جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كمل سخاء بيه وزاد على هالأرض. هذا الكرم نحن منقول عليه شكرا من القلب، وما فينا إلا منقول إن شاء الله نقدر نكون علامات فارقة في هذه المملكة. والكنيسة المارونية ممتنة لأنه كمان تقدم أرض 5 دنم على المغطس، حتى كمان كنيستنا المارونية يوما ما وأكيد بعطاء أولادها أبنائها تقول نعم نحن بهالأرض المقدسة عنا شيء نسند عليه وعنا شيء نعطيه للناس. شكراً لكل الأشخاص اللي حطوا نقطة عرق هون انطلاقاً من السادة المطارنة، للأباء، للمعاونين، للشعب الطيب اللي سكب حب بهالمطرح، اللي دفى هالبيت بالصلاة، لكل الأشخاص اللي قدموا ولو فلس الأرملة، بخور، زيت، شموع، وبطلع طلوع تأوصل للبطون والحجر وكل الأشياء اللي ممكن تتأمن حتى الناس تجي وتصلي. بس بدي أقول لكم إخوتي، هالبيت منه حجر ومنه بطون ومنه بلاط ومنه خشب ومنه فيتراي ولوحات وإلى ما هنالك، كله بيروح، كله زائل، وبيبقى صلاتكن، إيمانكن، حبكن، شو رح تاخدوا من هالبيت تطعتوا. إذا هيدا عملتوه بكون نجحت مهمة هيدا البيت وقادتها الروحيين، بكون أصحاب الجلالة نجحوا بأنه قالوا نعم نريد هذه الكنيسة أن تكون في هذا أو هذه المملكة، هذا الوطن. منكون عملنا أو تركنا بصمات جيدة، هذا اللي بده يا ربنا. مطرح ما نكون نعطي ثمار ويدوم ثمرنا. فشكراً لكل الأشخاص اللي عندهم هم وجع، مبارح كان عندهم ياه، اليوم عندهم ياه، وبكرة رح يكون عندهم تنكمل اللي بلشوه بياتنا واللي عملوه جدودنا واللي عملوه قادتنا الروحيين واللي حبوا يعملوه قادة هالمملكة. بالحقيقة أنا اليوم بكمل مع بياتنا اللي توالوا على خدمة هالبيت شكرنا، امتناننا وعهودنا لهالمملكة، لهالمقام، لهالصرح، لبياتنا الروحيين، وهلأ لغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ولسيدنا موسى راعي الأبرشية، ولكل الأشخاص اللي عن جد خدموا بحب، ومنقل لهم نعم، أنتوا عطيتوا كتير، ونحن رح نكفي بعطائنا طالما في وراء هيدا الصدر دقات بعدهم عم بدقوا. اللي شايفينه قدامي إخوتي هو تنشكر الله، مطرقة وعملت شغل حلو، مسامير وتطلعوا حواليكم وبتعرفوا انه موجودين مش تينحطوا على ايدين يسوع المسيح ويصلبوه، انما تينحطوا تنجمل
هذا البيت والأصرحة ويمكن الكاتدرائيات وبيوتنا وغيرهم. الخشب حتى نقول نعم يسوعنا نجار وبيعرف قيمة الخشب. هالسروقة المنشار تنقول نعم هيدي كمان بتعمل تحف للتراب، وتنقول نعم نحن تراب كمان، الرمل منبني فيه بيتكرس وبيتقدس. المي تنقول نعم هيدي المي مية الحياة، جسم الإنسان فيها هالقد مي، ثلاث أرباعه مي، هالكوكب فيه ثلاث أرباعه مي. نعم الحجارة تنقول ونتذكر نحن حجارة حية في بنيان الكنيسة، من حجارة تنراشق بعضنا وتحتى نقول ايه نحن أقوى. لا، وإذا عم نتطلع بالزمين والرفش والمعول وكل هالإطار تنقول نعم نحن جماعة اللي بيبنوا مش جماعة اللي بيدمروا. شوفوا حوالينا قد في دمار إخوتي، وشوفوا الدمار بالحجر إنه بيولد دمار حتى بالبشر. شوفوا اليوم قديش في البشرية تتألم من وراء هالدمار الكامل اللي عم نعمله، من وراء الأفكار المروسة والتلفئات والثرثرات وال من وراء الظهر. كلهم هيدول إخوتي ما بيبنوا حضارة وثقافة السلام. شو المطلوب منا اليوم؟ نتذكر، نتذكر تراباتي تذكر ملامسك الأولى وتهتدي. تعوا تنهتدي إخوتي ونقول خلصنا بقى ولدنات شيطانات، خلصنا بقى تريقة واخدين الدنيا غلابة وهيك، وإنه يا بقى شو ما كان وكيف ما كان. إجا وقت الجدية إخوتي، علمنا ممنوع ينهار، علمنا بدنا نبني، والبنائين بده يكونوا على حسب قلب الله. مش بس جلالته لازم يعمل شغله، ولازم نقعد نتطلع ونقول الوزير النايب ونمد أصابيعنا نجح وما نجح. لا إخوتي، كل مين بيعمل شغله. أنا بعمل شغلي وأنتم بتعملوا شغلكم كمواطنين، كمسيحيين، كأبناء مملكة، وبتعملوا شغلكم على أجمل طريقة بأفضل أسلوب. ليه؟ لأنه هالعالم إخوتي كاتدرائية حلوة بدنا نجملها، بدنا نضيف. إذا ما كنا قيمة مضافة نحن مين؟ وإذا مش نحن عملنا هالشغل الحلو مين بيعمله؟ وإذا ما هلأ بلشنا بالشغل الحلو أيمتى منبلش فيه؟ طلعوا حواليكم إخوتي، بتعرفوا إنه العالم بالحقيقة بدو إيديكم، بدو قلوبكم، بدو عيونكم، بدو فرحكم، بدو همتكم ونشاطكم. وإذا مش نحنا، وإذا مش هلأ، وإذا مش أنتوا مين اللي حبيت قوله اليوم؟ نعم بدي قوله لربنا المجد له الملك إلك، وكل شيء رح نعمله إلك. ولمن من فيلم من هالعالم رح نفتح إيدينا ونقول لك طلعوا، رح نقول للعالم اللي بعدهم عم بيطلعوا بعيونه طلعوا أنا فالل من هالدني ومش آخد شيء معي. ما حدا بياخد شيء معه إخوتي. خلونا ناخد النعم اللي الله حطها بين إيدينا ونشكره ونباركه. هلأ رح نبارك المي، رح نبارك بعدين التراب، ورح نبارك بعدين الحجارة، وهيدول كلهم تنقول هيدا بيبني. وكمان الصلوات حبيت اكتبها بطريقة انه المي بترمز لإلنا، التراب بيرمز لإلنا، الحجر بيرمز لإلنا، وكل شيء وضع في خدمتنا حتى نبني هالعالم مش ندمره بإيدينا. نوقف. ربنا وإلهنا الفادي يسوع المسيح، يا من فتحت لنا كنوز قلبك من على أعلى الصليب، فسال من جنبك
دم وماء، وقد علمتنا أنك ماء الحياة، والذي يؤمن بك سوف تجري من جوفه أنهار مياه حية. املأنا من قوة حياتك هذه، أفض نعمك علينا واسكبها في قلوبنا، فنكمل بحياتنا ما نقص من آلامك لأجل بنيان الكنيسة التي غسلتها بالماء وبالكلمة، وجعلتها لك عروساً، وافتديتها بدمك الكريم، فننتعش وننتشي من عذوبة مياهك المتدفقة في قلوبنا ونفوسنا، فنصبح نحن أيضاً ينابيع حية نليق باسمك القدوس. لك المجد والملك يا معطي كل مجد وملك من الآن وإلى الأبد. وجبلته من تراب الأرض وسكبت فيه روحك القدوس فدعوته للقداسة والحياة، ها تراباتي تذكر ملامسك الأولى وتهتدي. أنت يا رب بارك هذا التراب الموضوع هنا أمامك، والذي يرمز للأرض التي وهبتنا إياها، واملأها من قوة الحياة فنشيد من خلالها صرحاً مباركاً مقدساً لتمجيد اسمك في هذا الشرق وفي هذه المملكة، ونستعمله أيضاً لنغرس في هذا التراب بذور الحياة، فنقطف من جودك ونأكل من فيض نعمك ونطعم الجياع، وندعوهم للمشاركة في وليمتك السماوية، ونعلن بذلك مجدك وملكك الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الكرم المطلق أننا
الرب الإله، يا من أردت أن يكون الإنسان شاهداً لحقيقتك بعمله وحبه، ولما لم يحقق مشيئتك رغبت أن تلبس الحجارة قلباً ونفساً فتصرخ مدوية: هشعنا للآتي باسم الرب. إذ قلت للفريسيين والكتب: لو سكت هؤلاء فالحجارة ستصرخ. حقق فينا ربي مشيئتك، لين قلوبنا فنكون لك رسلا وشهودا بحسب قلبك القدوس. وكما شهد لك الحجر المتدحرج عن باب القبر الفارغ، اجعل من كل واحد منا حجرا حيا يشهد لقيامتك وحبك. لك الملك والقدرة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. خلونا سوا نصلي. فلنشكر الثالوث الأقدس والممجد ولنسجد له ونسبحه الآب والابن والروح القدس. آمين. آمين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. كلنا سوا. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. اترحم علينا. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. اترحم علينا. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. اترحم علينا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. كلنا سوا. أشكرك يا إله السماوات على نعمة الحياة، وعلى كوني قادرا أن أشكرك وأمجدك اليوم وكل يوم. أشكرك لأنك ترسل الروح القدس ليملأني بعطاياه. أشكرك على الحب والفرح والسلام والصبر وضبط النفس. أشكرك على بهجة الاستسلام لك. أشكرك على غفرانك وقبولك ندامة الحارة. أشكرك لإعطاء الشجاعة على أن أصلي عند احتياجي. أشكرك على نعمة القدرة على سماعك والنمو في الإيمان بك. أشكرك على مخططك لحياتي. أشكرك على محبتك اللامحدودة، لأنك لم تنسني ولم تتخلى عني. أشكرك على رعايتك وحمايتك لي في كل لحظة من حياتي. أشكرك على المساعدة التي قدمتها لي. أشكرك لأنك تحميني من كل قوة ظلام، ولأنني قادر أن أشعر بقربك ومحبتك وعونك وخلاصك. أشكرك على أولئك الذين عينتهم لإعانتي ودعمي في دروب الحياة. أشكرك على إحسانك ورحمتك التي ترافقني أينما كنت. أشكرك على سماحك لي بالتخلي عن الأفكار الرديئة، وهديتني إلى التأمل بعطفك ومحبتك. أشكرك على جميع عطاياك، خاصة عطية المحبة التي تمحي مني كل خوف. أعبدك يا سيدي وربي يسوع، وأمجدك على الرحمة التي تغمرني بها اليوم وكل حين. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. رتبة مباركة. موعدنا بكرة 6:30 مع رتبة الأنديل. الله معكم.
خلاً ذقت كل مرار سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام قد غفرت الأثام يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار يا سيدي كم كان قاسيا عملت